مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثامن، أهلا ومرحبا بكم في مراجعة عامة لقسم العلوم الاجتماعية. مراجعتنا اليوم هي عن مراجعة للوحدة الأولى والثانية والثالثة. بداية أذكركم أبناء الطلاب بأننا بالعلم نبني دولتنا الحبيبة دولة قطر، فبالعلم تنهض الأمم، فاحرص بني الحبيبة أن تكون لبنة في بناء الأمة. نأتي إلى أهداف درسنا اليوم وأهداف مراجعتنا، وهي أن نجيب على الأسئلة الاختيارية أو الموضوعية الواردة بالدرس، وأن نجيب على الأسئلة المقالية. نبدأ بمراجعة الجغرافيا. تنقسم القشرة إلى طبقتين، السيال والسيمة، وضح الفرق بينهما. طبقة السيال أين توجد بني الحبيب؟ أحسنت يا بطل، طبقة السيال توجد في اليابس، أما طبقة السيمة فتوجد في قاع المحيطات أو البحر. أهم الصخور التي توجد في السيال وهي الجرانيت، أما أهم الصخور التي توجد في السيمة وهي صخور البازلت. إذن طبقة السيال توجد في اليابس وأهم صخورها الجرانيت، وطبقة السيمة توجد في قاع المحيط وأهم صخورها البازلت. السؤال التالي، وضح كيف استدل العلماء على تركيب باطن الأرض. نحن قلنا أن العلماء استدلوا على ذلك من خلال حسنت بني الحبيب البراكين، وأيضا من خلال الزلازل. السؤال الثالث، أكمل الجمل التالية. أكثر طبقات باطن الأرض سمكا، الأكثر سمكا هي طبقة، حسنت يا بطل، هي طبقة الوشاح. أما أعلى طبقات الأرض حرارة هي طبقة، أحسنت، هي طبقة النواة الداخلية. إحدى طبقات باطن الأرض رقيقة السمك أو سمكها قليل هي طبقة، أحسنت، هي طبقة القشرة. الوسط الذي تعيش فيه الكائنات الحية يعرف باسم، أحسنت بني الحبيب، يعرف باسم الغلاف الحيوي. إذن لدينا أكثر الطبقات سمكا وأقل الطبقات سمكا وأعلى الطبقات حرارة والوسط الذي تعيش فيه الكائنات الحية. نأتي إلى السؤال التالي، الصفحة الثانية شباب. السؤال الأول، هنا لاحظ معي على الشكل الذي أمامك، الطبقة الأولى وهي رقم واحد هنا طبقة، أحسنت، الوشاح العلوي، ثم التي تليها وهي طبقة الوشاح السفلي، ثم التي تليها وهي طبقة النواة الخارجية، والأخيرة وهي طبقة النواة الداخلية. أما هنا في طبقة القشرة، تنقسم القشرة إلى هنا رقم خمسة وهي طبقة السيال التي ذكرناها من قبل، وطبقة السيمة التي توجد في البحار، ست طبقات فرعية وثلاث طبقات رئيسية. السؤال التالي، هنا طبقات الغلاف الجوي، الكرة الأرضية، الطبقة الأولى التي تأتي بعد طبقة، بعد القشرة الأرضية الملامسة للأرض هي طبقة التروبوسفير، ثم الطبقة التي تليها وهي طبقة الستراتوسفير، ثم الطبقة الثالثة وهي طبقة الميزوسفير، وآخر طبقة وهي طبقة الثروموسفير. فأربع طبقات، التروبوسفير، الستراتوسفير، الميزوسفير والثروموسفير، وهي الطبقة الأخيرة. ثم نأتي إلى السؤال الثالث، الطبقة التي تحدث فيها مظاهر المناخ هي الطبقة، حسنت يا بطل، هي الطبقة الأولى وتسمى طبقة التروبوسفير. الطبقة التي تحمي الأرض من الشهب والنيازك هي الطبقة، حسنت بني الحبيب، هي الطبقة الثالثة واسمها الميزوسفير. إذن الطبقة التي تحدث فيها مظاهر المناخ التروبوسفير، الطبقة التي تحمي الأرض من الشهب والنيازك هي الميزوسفير. الصفحة الثالثة، تبلغ مساحة اليابس على سطح الكرة الأرضية 29%، 71%، 50% أم 60%؟ كثير من الطلاب يعتقد أنها 71% لأن الأكثر أو المنتشر أكثر وهي مساحة الماء
لكن سؤالي ركز بنين حبيب، هو سؤالي عن مساحة اليابس، فمساحة اليابس هي 29%. أكبر المحيطات على سطح الأرض هو المحيط، أحسنت يا بطل، هو المحيط الهادي. تقع بحيرة فيكتوريا في قارة، أحسنت بني الحبيب، في قارة أفريقيا. أفريقيا أطول أنهار قارة أمريكا الجنوبية، قارة أمريكا الجنوبية يا شباب، هو نهر الأمازون. أما نهر النيل فيوجد في أفريقيا، ونهر اليانجستي يوجد في آسيا، والمسيسيبي في قارة أمريكا الشمالية. السؤال التالي للخريطة، وهذا هو الشكل الثالث عندنا، الشكل الأول طبقات باطن الأرض، الشكل الثاني طبقات الغلاف الجوي، والشكل الثالث وهو الخريطة التي توضح عليها الغلاف البحري أو الغلاف المائي. أولا يشير رقم واحد إلى المحيط، المحيط الذي في أقصى اليسار هنا هو المحيط، أحسنت، المحيط الهادي. يشير رقم اثنين إلى قارة، نعم قارة أمريكا الجنوبية. يشير رقم ثلاث إلى المحيط، هنا يا بطل، المحيط الهندي. أما رقم أربعة فيشير إلى البحر، أحسنت بني الحبيب، البحر المتوسط. ويشير رقم خمسة هنا، وتوجد فيه دولتنا الحبيبة قطر، ما اسم الخليج يا بطل؟ أحسنت بني الحبيب، الخليج العربي. أما رقم ست فهو يشير إلى، أحسنت يا بطل، إلى نهر النيل. فيكون المحيط الهادي، ثم قارة أمريكا الجنوبية، والمحيط الهندي، والبحر المتوسط، والخليج العربي، ونهر النيل. ثم نأتي إلى الصفحة الرابعة، الحيز الذي تعيش فيه الكائنات الحية وتنمو وتتكاثر فيه يعرف بالغلاف، أحسنت يا بطل، الغلاف الحيوي. أكبر المحيطات مساحة على سطح الأرض هو المحيط، أحسنت يا بطل، هو المحيط الهادي، هو الأكبر من حيث المساحة. من أنواع الصخور النارية، هل هو النيس أم الشست أم الجرانيت أم الطين؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي الجرانيت. من الصخور التي تحتوي على حفريات، هي هل الصخور النارية أم المتحولة أم الرسوبية أم البركانية؟ الإجابة الصحيحة هي الرسوبية، والسبب هنا أن الصخور الرسوبية على شكل طبقات، هو أنها على شكل طبقات، أما باقي الصخور النارية والمتحولة على شكل كتل، والبركانية لارتفاع درجة الحرارة فلن توجد فيها حفريات. السؤال الثاني، اذكر أربع عناصر أو ثلاث عناصر من عناصر الغلاف الحيوي. أحسنت يا بطل، هو الأول الإنسان، وعندنا الحيوان، وأيضا النبات، وعندنا أيضا التربة والكائنات العضوية الدقيقة. عرف الغلاف الصخري. الغلاف الصخري هو، أحسنت بني الحبيب، هو قشرة الأرض أو الطبقة الخارجية للأرض. السؤال الثالث، وضح أهمية الغلاف الصخري، أو للغلاف الصخري أهمية في حياة الإنسان، وضحها. أولا قلنا أنه مصدر، أحسنت بني الحبيب، مصدر للمعادن، ثم مصدر للصخور. إذن أهمية الغلاف الصخري أنه مصدر المعادن ومصدر للصخور. ثم ننتقل على الجزء الثاني وهو مراجعة التاريخ. السؤال الأول، ساعد على استقرار المصريين القدماء ووفرة المحاصيل، هل الموقع الجغرافي أم نهر النيل أم الموقع الفلكي أم الصحاري؟ الإجابة الصحيحة هي، أحسنت بني الحبيب، هو نهر النيل. السؤال الثاني، تواصلت الحضارة المصرية القديمة مع الحضارات الأخرى بفضل، أحسنت بني الحبيب، بفضل الموقع الجغرافي. السؤال الثالث، يرجع الفضل لبناء أي حضارة إلى نهر النيل، الموقع الجغرافي، تنوع المناخ، الموارد البشرية. أحسنت يا بطل، هو طبعا الإجابة الصحيحة الموارد البشرية. ثم ننطلق إلى السؤال التالي، الصناعات القائمة على نبات البردي، أحسنت يا بطل، الصناعة القائمة على نبات البردي هي صناعة الورق. يرجع السبب لازدهار التجارة الخارجية إلى، أحسنت بني الحبيب، إلى الموقع الجغرافي. أما سبب ازدهار التجارة الداخلية وهو نهر النيل، إذن الصناعة القائمة على نبات البردي هي الورق، سبب ازدهار التجارة الخارجية هو الموقع الجغرافي،
سبب ازدهار التجارة الداخلية هو نهر النيل. ثم ننطلق إلى السؤال الذي يليه، وهو عدد عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة. أولا كما قلنا وهو الموقع الجغرافي الممتاز، ثم أحسنت يا بطل نهر النيل، ثم الثالثة وهي المناخ المعتدل. الموقع الجغرافي ونهر النيل والمناخ المعتدل، هذا كان السؤال الصفحة الخامسة. ثم ننتقل إلى الصفحة السادسة. السؤال الأول، هناك بعض الشخصيات موجودة أمامك، أريد منك أن تقول لي ما العمل الذي قام به كل شخصية من تلك الشخصيات. أولا الملك نارمر، أحسنت بني الحبيب، هو قام بتوحيد القطرين، القطر الشمالي والقطر الجنوبي للحضارة المصرية القديمة. الملك أحمس، أحسنت يا بطل، هو قام بطرد الهكسوس الذين قاموا باحتلال مصر. الملك الثالث وهو سونوسيرت الثالث، أحسنت بني الحبيب، هو قام بحفر قناة تسمى قناة سيزوستريس تربط ما بين النيل والبحر الأحمر. الملكة الرابعة وهي حتشبسوت، وهي الملكة التي تولت حكم الحضارة المصرية القديمة. إذن نرمر قام بتوحيد القطرين، أحمس قام بطرد الهكسوس، سنوسرت الثالث قام بحفر قناة، وحتشبسوت تولت حكم مصر. ثم ننطلق إلى السؤال الذي يلي، أريد منك أن تقارن ما بين عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى من حيث عاصمة كل دولة من هذه الدول وأشهر ملوك كل دولة. عصر الدولة القديمة، أحسنت يا بطل، العاصمة منف، وعصر الدولة الوسطى العاصمة طيبة. أشهر ملوك عصر الدولة القديمة وهو أحسنت بني الحبيب خوفو، وهو الذي قام ببناء الهرم الأكبر، لذا أطلقت على الدولة القديمة لقب عصر بناة الأهرام. ثم عصر الدولة الوسطى وهو سنوسرت الثالث. ثم ننطلق إلى السؤال الثالث، بني الحبيب أريد منك أن ترتب هذه الأحداث التي أمامك من الأقدم إلى الأحدث. أول شيء درسناه بني الحبيب هو أحسنت يا بطل توحيد القطري، ثم أحسنت بني الحبيب طرد الهكسوس من مصر، ثم أحسنت يا بطل انتهاء الحكم الفرعوني، وأخيرا دخول عمرو بن العاص إلى مصر. أول الأحداث هو توحيد القطرين، ثم طرد الهكسوس من مصر، ثم انتهاء الحكم الفرعوني، ثم دخول سيدنا عمرو بن العاص إلى مصر وقيام الفتح الإسلامي إلى مصر. الصفحة التي تليها، السؤال الأول، من خصائص الديانة المصرية القديمة هل رفض تقديس الملك، عدم دفن الموتى، الحساب بعد الموت، إحرام جثث الموتى؟ الإجابة الصحيحة هي أحسنت بني الحبيب الحساب بعد الموت، كانت على هيئة صور للظواهر طبيعية وكائنات حية، عبروا من خلالها على المعاني التي يريدونها. يشير هذا التعريف إلى المسلات، الكتابة الهيروغليفية، المعابد، الهرم. الصحيح وهو أحسنت يا بطل الكتابة الهيروغليفية. السؤال الثاني، عدد خصائص الديانة المصرية القديمة. نحن قلنا أن أول شيء عندهم وهو تعدد المعبودات، فلم يكن لهم إله واحد بل كثير من الآلهة، ثم الاعتقاد بالبعث والخلود. السؤال الثالث، دلل على تفوق المصريين القدماء في مجال النحت. أحسنت يا بطل، أول شيء لديهم تماثيل من المعدن مثل تمثال رأس الملكة نفرتيتي، وتماثيل من الحجر مثل تمثال أبي. السؤال التالي، من أنا على العصر الذي سمي بعصر الرخاء الاقتصادي؟ ما اسم هذا العصر يا شباب؟ أحسنتم، عصر الدولة الوسطى. لماذا تطلق على عصر الدولة الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي؟ أحسنت بني الحبيب، لأن ملوكها اهتموا بالمشروعات الاقتصادية. ثم نأتي في الصفحة التي تليها، من العوامل التي ساعدت على قيام التجارة المصرية القديمة، قيام التجارة، ركزوا يا شباب، قيام التجارة هنا نريد أحسنت الموقع المتميز، فمن خلال الموقع استطاعت الحضارة المصرية أن تتواصل مع الحضارات الأخرى وتقوم التجارة. فرعون وأسرته يمثل الطبقة،
أحسنت يا بطل الطبقة العليا. السؤال الثاني، عدد عناصر الطبقات الاجتماعية في المجتمع المصري القديم. عندنا الطبقة العليا والوسطى والدنيا. إن كان السؤال قارن ما بين الطبقة العليا والوسطى والدنيا، ستقوم بالمقارنة على أساس كل طبقة تضم من؟ الطبقة العليا تضم فرعون وأسرته، أحسنت، الوزير، ثم كبار الكهنة وكبار الموظفين. أما الطبقة الوسطى فتضم صغار الموظفين وصغار الفنانين والحرفيين. أما الطبقة الدنيا فتضم الخدم والعمال. ثلاث طبقات عليا فيها فرعون وأسرته والوزير وكبار الكهنة، ووسطى وفيها صغار الموظفين وصغار الفنانين والحرفيين، ودنيا وفيها خدم وعمال. نأتي إلى السؤال الذي يلي، اذكر أهم النساء التي كان لها دور بائس في الحضارة المصرية القديمة. المرأة هي اسمها حتشبسوت، والعمل الذي قامت به هو تولت حكم مصر في الحضارة المصرية القديمة. ثم نأتي إلى الجزء الأخير من المنهج وهو المواطنة. السؤال الأول، انتماء الفرد للوطن الذي يعيش فيه، يشير المفهوم إلى، أحسنت بنين حبيب، إلى المواطنة. تقوم العلاقة بين الفرد والدولة على أساس مجموعة من، أحسنت يا بطل، مجموعة من الحقوق والواجبات. السؤال الثاني، عدد واجباتنا اتجاه ما يلي. واجبنا اتجاه الوطن واتجاه البيئة واتجاه القيم الإسلامية. ما واجبنا اتجاه الوطن يا شباب؟ أحسنت بني الحبيب، اتباع الأنظمة والقوانين. أما واجبنا اتجاه البيئة، رائع، وهو المحافظة على نظافتها. واجبنا اتجاه القيم الإسلامية، التمسك بالقيم الإسلامية. ثم نأتي إلى السؤال الذي يلي، من خلال دراستك للمواطنة، تكلم عن مقومات المواطنة أو عدد مقومات المواطنة أو اذكر مقومات المواطنة. أولا، أحسنت، المساواة وتكافؤ الفرص، لابد أن يكون هناك مساواة ما بين أفراد الشعب كلهم. ثم الولاء والانتماء. ثم، أحسنت يا بطل، المشاركة والمسؤولية. وأخيرا، وجود ضمانات دستورية وقانونية، المساواة وتكافؤ الفرص، الولاء والانتماء، المشاركة والمسؤولية، ضمانات دستورية وقانونية. ثم نأتي إلى الصفحة الأخيرة، جمعيات غير ربحية مستقلة عن الحكومة ينشئها أشخاص بغرض خدمة المجتمع. يقصد بهذا التعريف هو، أحسنت بني الحبيب، هو هيئات المجتمع المدني. توسيع الخيارات المتاحة للشباب وبناء قدراتهم من أهداف، أحسنت يا بطل، مؤسسة نما. تمكين كبار السن ورعايتهم من أهداف، أحسنت بني الحبيب، من أهداف إحسان. هذا السؤال الأول. السؤال التالي، أولى هيئات المجتمع المدني بدولة قطر هي جمعية الهلال الأحمر القطري، وضح أهدافها أو وضح أهداف جمعية الهلال الأحمر القطري. أحسنت بني الحبيب، أولا تقديم مساعدات مالية وعينية، ثم تقديم محاضرات وورش، ثم، أحسنت يا بطل، نشر ثقافة العمل التطوعي. تقديم مساعدات مالية وعينية، تقديم محاضرات وورش تدريبية، نشر ثقافة العمل التطوعي. السؤال التالي، صنف الأعمال التالية التي تختص بها كل هيئة من الهيئات التي أمامك، طموح وإحسان ونمى. تلبية الاحتياجات من المتطوعين. المتطوعين يا شباب تخص، أحسنت يا بطل، تخص طموح. نشر الوعي بحقوق كبار السن واحتياجاتهم الأساسية من أهداف، أحسنت يا بطل، من أهداف جمعية إحسان. توسيع خيارات الشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم من أهداف، أحسنت بن حبيب، من أهداف نما. إلى هنا يا شباب انتهينا من مراجعتنا اليوم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، وأسأل الله لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.